إذن كنا قد وعدناكم للحديث عن الناحية الطبية والنصائح للناحية الطبية. معنا هنا في الاستوديو الدكتور عصام مرديني، اختصاصي أمراض العظام والمفاصل. دكتور صباح الخير، أهلا بك. صباح الخير، صباحكم أنتم السادة المشاهدين. يا معانينا من هذه الشنط. نعم. وشلناها على ظهورنا حتى قبل أن يستقيم ظهرنا. فبالتالي الآن حتى الأهل الآن حين اختيارهم لأي شنطة رغم أسرار الطفل، على ماذا يبحثون من الحقيبة المدرسية؟ الحقيقة يعني هو في كتير نصائح احنا دائما بنقدمها للأهل وللمدارس، ويعني احنا كررنا كتير بالسنوات الماضية الموضوع هذا الحقيقة بوسائل الإعلام والضغط، وبعثنا رسائل المدارس وكثير من المدارس استجابت للإرشادات والنصائح اللي قدمناها، لكن ما زلنا نرى المشاكل تأتي من الأولياء الأمور ومن الأطفال، لأنه في مدارس ما التزمت بالمعايير. كمان الأطفال يعني بيحبوا الألوان وبيحبوا الزغرفة. ما هي المشكلة مش بالأطفال للأسف، يعني الطفل طفل مهما كان، المشكلة فينا احنا كآباء وفي المدارس كمان. يعني كثير من الأمهات لما بتشتري الحقيبة بترضخ لرغبة الطفل بالزبط. والألوان دائما والأشكال في السوق مغرية، يعني كأسلوب تجاري فهو مغري للأطفال، فما بيدوروا على الأشياء الصحية والأشياء المناسبة لهم. ودائما يعني احنا لما نبحث عن شنطة مناسبة للطفل لازم أول الشنطة نفسها تكون خفيفة، يعني هذا يعني لازم يعني أو إجباري، يعني الشنطة ما تزيد بأي حال من الأحوال عن 500 جرام. 500 جرام ما تزيد وهي فاضية طبعا. النقطة الثانية يفضل أن يكون لها عجلات على أساس أن نسحبها معظم الوقت بدل ما نحطها على الكتف. لازم يكون المادة المصنوعة منها من هو القماش العازل للماء، الماء بيتخلل الماء. كمان يفضل الآن النوع اللي هو ما بيحتفظ بالبكتيريا والأشياء هي عشان صحة الطفل كمان، لأنه بيحفظها سنة كاملة وبيحط فيها مواد الغذائية والأكل، فقد تعرضه لأمراض العدوى وأمراض وبتطلع ريحتها يعني. كمان شغلة مهمة الاسترابس لازم تكون عريضة، ما ندور ابدا على الاسترابس الضيقة لحتى ما هذه ضيقة ولا عريضة دكتور؟ يعني هي حياة طبعا حسب الطفل. أيه. انت عندك طفل مثلا اقل من 12 سنه، عندك طفل من 12 ل 16، وطبعا الشباب الاكثر من 16. نعم. فطبعا هي مناسبه للاطفال الصغار اللي اقل من 12 سنه، بس من فوق 12 سنه مش مناسبه. هذه تكون ضعيفه اذا لاكثر من 12 اعرض، وتكون يعني البادنج هي فيها بادنج كويس، مبطنه اكثر، مبطنه نوعا ما. نعم. فيعني الاشياء هي مهمه. السترابس عشان ما تساوي مشاكل بالكتف، لانه اذا كانت ضيقه بصير كل الحمل على في رباط دكتور من الخصر كمان بيساعد؟ يساعد، وهذا كمان من الاشياء المهمه جدا الرباط، لانه لازم تكون الحقيبه ملاصقه لظهر الطفل، ما بصير تكون يعني مدلدله او متدليه. خلينا نتكلم دكتور اذا عن طريقه حمل الحقيبه. نعم. البعض يحملها بهذا الشكل فقط. نعم. حتى يشعر انه كبير بالامر. طبعا ما هي مشكله الاطفال. أي. دائما ما بيرضوا ياخذوا اللي لها عجلات، بدهم يحملوها او بده يحملها على كتف واحد. يعني هو كونه يجرها بحس حاله انه اقل من عمره او غير رجل، بده يحملها. هل تسبب اعوجاج او أكيد. يعني خلل في الفقرات؟ أكيد إذا حملها على كتف واحد لازم تسبب اعوجاج أو ميلان في الظهر إلى جانب حتى واحد، حتى وإن كانت المدة قصيرة من المدرسة إلى البيت. هو عم تتكرر كل يوم كل يوم كل طب يوم. طب خلينا نركز ما ننسى عفوا، بس ما ننسى إنه الأطفال في مرحلة نمو. صحيح. يعني دائما كل يوم الطفل عم يكبر كل يوم. فهو في مرحلة نمو دائم، فهو لما بيضل عم بيميل عم بيميل مثل الشجرة. أنت إذا بتزرع الشجرة بذرة صغيرة وبتتركها للهواء بتبيلها، لكن بتحط لها عمود مثلا وبتمشي على العمود وبتستقيم. تستقيم. بتستقيم. يعني خلينا ننصح الامهات اللي بيشوفونا ونوجههم اكثر للموضوع. نعم. نوعيهم. يعني ايه الاضرار اللي ومنهم انا، ايه الاضرار اللي ممكن يعني تتسبب فيها ثقل الشنطه. نعم. للاطفال. نعم. اول شيء انا بس بدي اكد يعني هي الشنطه بحد ذاتها اذا كانت اتطبقت المعايير امان.
ما يخافوا، مش ما يخوف الناس من الشنط. جميل. يعني كمان هي الشنطة بحد ذاتها إذا طبقنا المعايير الصحية هي أمان. ما فيها مشكلة. الأهم شيء أنه بالأشياء إضافة الأشياء اللي قلناها، الوزن داخل الشنطة ما يتجاوز بأي حال من الأحوال 10% من وزن الطفل. يعني مثلا لو وزن الطفل 30 كيلو، وهذا متوسط الأطفال اللي بروحوا المدارس في المرحلة الابتدائية مثلا، إذا كان الطفل 3 كيلو مفروض مثلا ما تزيد أبدا أبدا عن 2.5 كيلو. يعني بس كيلو. ممكن انزلاق غضروفي على المدى البعيد مثلا أعوجاج؟ هو صعب كتير انزلاق غضروفي إلا في الإصابات أو وقعات، يعني حامل شنطة تقيلة مثلا ووقع، وهي بنشوفها كتير، هو عم يطلع بالباص بتتزاحم مع أصدقائه بيوقع، أو الشنطة بتعلق بباب الباص أو بباب المدرسة أو ممكن يوقع، لكن الشنطة بحد ذاتها بتسبب أكثر شيء انحناء في العمود الفقري وآلام في عضلات الكتف والرقبة كتفين، وقد الانحناء قد يسبب اعوجاج جانبي او انحناء الى الامام. شكرا لك يا دكتور على وجودك معنا. كان معنا دكتور عصام مرديني اخصائي امراض العظام والمفاصل. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.